الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما نهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. متابعينا احنا معاكم في تغطيه جديده من داخل محافظه الشرقيه وتحديدا النهارده في منزل عبد الله جوده محمد. خليك تعرف نفسك ما تقلقش. احنا في منزل عبد الله عنده 16 سنه. عبد الله فقد البصر ولكن لم يفقد البصيره. ربنا يحفظه بحفظ القران الكريم زي ما حضراتكم سمعتم بصوته. ما شاء الله عليه. يعني اهلا بيك يا عبد الله. عرفني بنفسك. عبد الله جوده عبد الله. انت عندك كم سنه؟ 16 سنه. عبد الله قولي انت بدات حفظ القران الكريم وانت عندك كم سنه؟ 4 سنين. وانت عندك 4 سنين. مين اللي بدات تحفظ معاه القران الكريم؟ مين كان بيشجعك؟ مين كان بيشجعني عليه؟ الشيخ ابراهيم والدتي. والدتك هي اللي بدات تحفظ القران الكريم.
انا عرفت ان كمان الشيخ اللي بيحفظك كفيف وحببك في حفظ القران الكريم. قولي انت القران الكريم فرق ايه في حياتك يا عبد الله؟ القران الكريم فرق ايه في حياتك؟ هو كل حاجه مع القران الكريم حلوه يعني. طيب قولي مين من القراء بتحب تسمعهم يعني شيوخ؟ بحب اسمع الشيخ احمد معينة والشيخ حجاج انا عرفت بقى منك ان انت بتعرف تقلد الشيخ احمد معينة صح كده؟ ايوه بعرف اقلد. عايزين ايه قرانيه صغيره؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن شاء الله. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انت خدمت القرآن الكريم وانت عندك كم سنة يا عبدالله؟ ختم عندي 14 سنة. قولي بقى يعني انت اتولدت كفيف؟ انت... لا ما اتولدتش كفيف. طيب احكي لي القصة. امنا تحكي لي ماما. ايوه. طيب عايز اعرف انت بتعرف تقرا بطريقه برايل ولا لا؟ برايل؟ اه. لا لسه ما اتعلمتش. لسه ما اتعلمتش؟ لا. طب انت نفسك في ايه يا عبد الله؟ نفسي اطلع على ال تبقى قارئ في اذاعه القران الكريم صح؟ أيوه. اطلع زي الشيوخ. وعايزين اي حد يشوف عبد الله كمان يساعده ان هو يتعلم طريقه برايل. يعني انت يا عبد الله دلوقتي في سنه كام ولا اتعلمت ولا لسه ولا ايه؟ هو لسه ما اتعلمش. لسه ما دخلتش الدراسه او كده؟ لا دخلت دراسه. ايوه ازهر يعني. انت في الازهر؟ اه. طيب يا عبد الله وانا ممكن اسمع ايه من القران الكريم كمان بصوتك انت؟ ماشي. نختم بقى بحاجه مع بعض. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. إن شاء الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله عليك. عبد الله حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم؟ ابتهلت يعني؟ انت بتعرف تبتهل كمان؟ ايوه ما شاء الله. طيب خلينا نسمع حاجه قبل ما نختم. زي الشيخ سيد النقشبندي. ما شاء الله عليك. يلا. سيدي يا رسول الله. ما شاء الله عليه افضل الصلاه والسلام.
سيدي يا رسول الله. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا. ولولا الحب ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا. ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد يا مظهر التوحيد يا مظهر التوحيد. حسبي أنني أحد الشدام الهائمون الحومي الهائمون الحومي. لا حيلة الشعراء ما حيلة الشعراء. زاد غناؤهم رهبا لما حيلة الشعراء. زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الكلام الأعظم. إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرام. الله النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا مبسوطة ومنبهرة بصوتك وأدائك، وفعلا الطفل المعجزة. النهاردة أنا كنت مع عبد الله. عبد الله زي ما حضراتكم شفتوا موهبته في القرآن الكريم ما شاء الله عليه، وكمان في الابتهالات. عبد الله حفظ القرآن الكريم كاملا. يعني نتمنى ان حضراتكم تشجعوه وتدعموه، وهو نفسه يكون في اذاعه القرآن الكريم. حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم يا عبد الله بقى؟ يعني رساله او حاجه نفسك فيها؟ رساله عايز توصل صوتك لحد او نفسك في حاجه معينه؟ اتفضل. اوصل هبوط الشيخ الازهر. عايز شيخ تقابل شيخ الازهر صح؟ يعني بنشد حضراتكم ان احنا نوصل صوت عبد الله لشيخ الازهر، يستحق ان احنا ندعمه ونشجعه. انا بشكرك يا عبد الله وفخوره ومبسوطه بيك. متابعينا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا النهارده، كنا في تغطيه من داخل محافظه الشرقيه. كان معانا عبد الله صاحب 16 سنه حفظ القران الكريم كاملا، معجزه في قراءه القران الكريم، وصوته متميز جدا، وكمان الابتهالات ربنا يحفظه بحفظ القران الكريم. كنت معاكم سلمى فضار، بشكركم على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.